هيفن بدأت من وهي عندها 5 سنين. اللي شجعها في الأول خالص كانت مامتها، قالت لها يعني الشطرنج لعبة حلوة وممكن نتعلمها. لقينا عندها قبول كويس قوي وتعلمت بسرعة. الخطوة اللي بعدها اشتركنا في النادي، في أكاديمية تعليم الشطرنج. هم كانوا مستغربين في الأول لصغر سنها، ويمكن دي كانت أحد العقبات اللي واجهتنا شوية، بس هم لقوا إن لا، قدرة استيعابها للشطرنج كويسة جدا، فقالوا لنا لا احنا هنكمل. يعني هم المفروض بيقبلوا كانوا من 6 سنين، قالوا لا احنا هناخدها من 5 سنين او 5 سنين وحاجه بسيطه، لان هي قدره استيعابها كويسه. وفعلا فضلت ماشيه معاهم من ليفل 1، فضلنا نعلى لغايه لما وصلنا ليفل 5 دلوقتي. ابتديت وانا عندي 5 سنين، وماما علمتني في الاول، وبعدين بابا ساعدني، وبعدين دخلت الاكاديميه وقعدت من ليفل 1 لحد ليفل 5. كنت بعمل الهومورك، و كنت بروح 3 ايام في الاسبوع للنادي، وكنت بحب العب مع اصحابي. اتعلمت من مدرب حاجات كتيره، وكمان المدرب علمني ان انا احب لعبه الشطرنج، والمدرب كمان علمني ان انا اكون بنفسي بين اصحابي حلوه، وكمان ان انا احبهم. وفي ممكن كمان كان التمرين بيقعد 6 ساعات، وكمان كنت بروح 3 ايام في الاسبوع. هيفن ابتدت الشطرنج زيه وزي اي لعبه تاني انا كنت حابه اعلمها لها. يعني كان تقريبا عندها 4 سنين، جبت لها شطرنج زي ما جبت لها بقيه الالعاب، ابتدينا ان احنا نتعلم. لقيت منها استجابه حلوه قوي، لقيتها بتتعلم، حبيته قوي. وبعدين باباها هو يعني تولاها بعد كده، تبناها بعد كده في الشطرنج، مستواها تقدم معاه كتير. وبعدين عرفنا ان في اكاديميه للشطرنج، هي كانت حابه قوي انها تكمل فيها، اشتركنا فيها. الحقيقه كان هي اشتركت قبل سنها، يعني هي الاكاديميه كانت بتاخد من 6 سنين، هيفن دخلت الاكاديميه 5 وحاجه. دخلت كذا بطولة قبل كده، كان أول بطولة تدخلها كانت بطولة الجمهورية السنة اللي فاتت، كانت في شهر يناير اللي فات، برضو ما كملتش، كملت لسه 6 سنين. والحقيقة خدت المركز الرابع على مستوى الجمهورية، وده طبعا كان يعني نال استغراب كل الكباتن بتوعها، إنها إزاي من أول بطولة تدخلها تقدر تقعد في ماتش ساعتين متواصل بمعدل حوالي 80-90 نقلة. فطبعا ده كان بالنسبة لسنها حاجة حلوة. يعني بطولة على مستوى الدول العربية، شجعنا قوي إن البطولة على الليفل سنها، يعني في 6 سنين و8 سنين، فهي دخلت على سنها 6 سنين. طبعا كان يعني في تحديات كتير، احنا بنلعب مع ناس احنا مش عارفين مستواهم ايه، مع ناس من دول مختلفة، مع ناس من دول معروف ان الشطرنج فيها من الرياضات اللي الناس بتحترفها. يعني شجعناها، ضربت كتير، اشتغلت كتير على نفسها، سواء في الأكاديمية أو مع نفسها في البروجرامز اللي معاها أو الأبليكيشنز اللي على اللابتوب أو الموبايل. دخلت البطولة، دخلت المرحلة التمهيدية، الحمد لله كسبت كل الماتشات. يعني كان في ناس طبعا الفوز عليهم صعب شوية، ليفل بتاعهم ما كانش قليل، كانوا شطار طبعا، فده كان شويه بيوترها، وبعدين بتهدى، بتتمالك اعصابها، والحمد لله كسبت كل ماتشات البطوله التمهيديه. وبعدين برضو في البطوله النهائيه لقينا ناس مستواهم اعلى، ريتنج بتاعهم اعلى، بس برضو الحمد لله كسبت كل الماتشات.